مرحبا بكم في يوميات ستارلايت من المدينة الإسماعيلية مكناس. جاتنا سلمى بن مسعود البرنامج باش تخطف الأضواء الخمس بأداء مليء بالإحساس والطاقة. سلمى بن مسعود من مكناس، أخذت خمسة الأضواء. في الكواليس في الاول كان كلشي ضحك، كنا ضاحكين ناشطين، كانت لومبيونس زوينه، كنغنيو مع بعضياتنا كلشي. ابخي بدات لومبيونس بدات شويه كتطلع شويه بشويه، اي سي نورمال. دونك بدا ستريس كيطلع معنا. حاولت انا نتلفو قبل ما نطلع، دويت مع ماما وبابا باسكو ما كانوش معايا اليوم، ودعاو معايا وطلعت بديك البركه ديال رضات الوالدين. شويه ماشي شويه بزاف، كان ستريس قبل ما يتحل الباب. مي اون فوا تحل الباب لقيت خدامي صحابي اللي شدوا عليا الطريق، كل واحد من اين مدينه جا باش يحضر معايا اليوم. دونك غنيت ليهم وغنيت لراسي وغنيت لوالديا اللي كانوا معايا، وهادشي اللي خلاني نستمتع اكثر، وهادشي اللي خلى حتى الجوري يقولوا هادشي. صراحه انا فاش بديت كنغني ما نكذبش عليك بحال ما كنتش نشوف والو، كنشوف الداخل. سوريني دابا شكون اللي شعل لي الضوء الاول ما نعقلش بالضبط. ماشي على وديت الجوري حيت ما كنتش مكونسونطري معاهم، مي فريمون انا كنت مرفوعه، انا حيت الروحانيات ديالي مع الموسيقى عاليه بالجهد، وفاش كنطلع سيغ سين كنكون واحد اخر، دونك ما كنتش كاع كونيكتي مع الناس، كنت كونيكتي مع الانرجي اللي كانت سيغ سين. اكثر تعليق اللي عجبني بزاف بزاف هو تعليق ديال امينوكس، فاش قال لي انا كومه حب، حيت بصح فبجميع كتاباتي ولا في الاغاني ديالي ولا حتى فاش كنبوستي في الريزو سوسيو ديما انا كنت مرتبطه بزاف بالحب. شفتينا هيدا الانرجي اللي كديجاجي ما جا معاك، جات معاك، فهمتي؟ الله يحفظك، شكرا. وعجبتينا بزاف، عجبتينا بزاف، والله يعطيك الصحه. لا فوا ديالك فيها واحد الاحساس مزيون مزيون بزاف. كنقول لصحابي، كنقول للجوري، وكنقول للناس اللي غيتفرجوا فيا باللي سلمى قضيه قادره تعطي اكثر وقادره نصدمهم اكثر، حيت عندي بزاف ما نقول، وان شاء الله نقدر نوصل لهم.